الشهاوة صيدلي. هتشارك في الانتخابات؟ هشارك ان شاء الله. هشارك ليه؟ خاطر مصلحة البلد واستقرار البلد وتحقيق الاستحقاق الثالث ومصلحة المواطن وسن القوانين واستقرار مصر عموما. يعني انت شايف ان انجاز الانتخابات البرلمانية هتحقق للمواطن؟ طبعا ان شاء الله مع سن القوانين العادلة للمواطن وتحقيق يعني رفاهية للشعب شوية بس كده. وبالنسبة لمصلحة البلد بس البلد تستقر شوية ويبقى فيها قانون كده والمواطن يحس بالإنجاز. يعني اتكلم انا يعني كده.